اقعد لا تهز لا تهز ارجع ارجع لورا. شوفوا اسمعونا زين، ما عدنا غشمرة وياكم، احنا يسمونا ذياب الليالي. يما عيني خو مو صاير شي، خاف متعور ما ترضى تقلي. يما عيني قلي جليل ارمي اليوم الجو جميل جميل وشاعري يخذلك كم نفس عميق. هاي السالفة مال الزلم انتم لا تدخلين بيها. ايه خوش على كيفك يا ردوني جن خطابة شان حالة. اريد اروح للمكتبة. تفكرين كل من يقدم لخطوبتك عين على حلال الوالد. اقول انا دا اروح المستشفى اشوف امك، حاولي بساعة ترجعي. حاليا وحده بالبيت. شاكر انا هاي الشغله ما تفيدني، راح ادور لي على هاي الشغله. ماجد تلتم انا سالت وحدي. لحظه تعال هنا. مو هالليله راح يجون خطابه لاختك هاله. هاله يا إله خطاب. لا انا ما اقدر اجي. ابو رضا معي معي سلام شلونك؟ الله يساعدك. معي وين الدباب؟ هسه هسه تودي لي لوكيشن، انا جاي وراك. ودي هسه ودي لي لوكيشن. شيرين غدان جدا على ايدك العسمه اخرية الصالون. سويت لك أكلة تحبها. شنو؟
ما تجوز منه سوالفك. لا ما خليت عليه فلفل. شلون انسى؟ اتذكر خوش هم اتذكر. عبارة كانت امس. كنا توا متزوجين. عزمنا اهلك للغداء. الله يرحمها امك وابوك واختك الصغيرة. كان قريب الاذان. كنت احوس بالمطبخ واجهز الامور. ردت عودك اخلي ملح وفلفل على المرق. انا دعرش بالفلفل واحتل الغلق وكل الفلفل طاح بالمرق. لا لمينا الصمات رحنا لابو جواد على راس الشارع. شوف ايش كانت زينه الذكر كلينا سمبوسه. حبيبي افتح عيونك يا بعد روحي. افتح عيونك والله انا مشتاقه اسمع صوتك اسمع ضحكتك. شوف شوف جبت لك اكل تتذكر يوم كنت تروح للشغل وترجع تقول هاي الريحه تودر التعب كله مني. هسه قوم قوم شمها شمها وقل لي تودر التعب مني. أريد منك تفتح عيونك تشوفني تحكي وياك لابسة ملابس اللي أنت تريدني جايبة الأكل اللي أنت تحبه. لا لا أنا ما أبكي أنا ما أبكي. يا الله شنو سويت؟ يلا شنو سويت؟ خالة عيني خالة خالة عيني عيني شنو سويت أنا منك؟ قومي خالة خالة عيني شنو اسمك؟ دعمتك أنا قومي 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 خلي أوديك المستشفى. قومي عيني يما أنا ساعة سودة يما يما يما. يا الله يا الله يا الله يا الله استر علي يا الله استر علي يا يما عيني. انت ما شفت السيارة طفرتي روحي لحد السيارة تعالي عيني خليني اوديك المستشفى. يا الله يا الله يا الله يا الله شنو هاي المصيبة؟ من وين اجتني؟ من وين اجتني هاي المصيبة؟ يا الله يا الله الله يستر. خالة عيني خالة 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 عيني قومي قومي خالة قومي 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 شنو اسمك خالة عيني؟ يا الله يا الله شنو اسمك خالة خالة عيني؟ يا الله يا الله يا الله الله يستر عليك. شنو صار يا الله يا الله يا الله؟ خالة لا تخافين عيني لا تخافين هسه اخذك المستشفى لا تخافين عيني لا تخافين. السلام عليكم. احتزم لك وقال اجل خل قلتك مو صوبوي والغرفه 15 صاله فوق. بس انا بعدني ما قلت لحضرتك شنو شغلتي. غرفه ايش قالت تفضلت؟ انا ولي زمو منك زمو منك حالة خطرة عندي بنت مدعومة زمو منك. يا الله يا الله خالة عيني خالة شنو اسمك خالة خالة عيني قومي 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 عيني قومي قومي شنو اسمك؟
شنو اسمك خالة؟ شنو اسمك ها؟ شنو اسمك؟ يا الله الله يستر علينا. شنو هاي المصيبة؟ عيني خالة لا تخافين، اسوديك المستشفى، اسوديك المستشفى لا تخافين عمري خالة. زمو منك زمو منك، سيارة صفرة، خذي الراج خذي الراج خذي الراج، عندي بنت مدعومة. عيني خالة هسه هسه اخذك هسه. السلام عليكم. عليكم السلام. مدارك اللي تحتاجونهن عشان ثبت الاختراع شنو؟ فوتوكوب سجل وجهه وقفة 50 نسخة. تفضل. فوتوكوب كارت ملي وجهه وقفة 50 نسخة. خمسة وثمانين صورة قاعد نايم واقف. شغلتك ماي صوبي وصالون فوق آخر غرفة. أنا جاي أقدم طروحتي وأقدم طلب عشان تسجيلها. طروحة اختراعي أنا مخترع. افتح الباب افتح الباب، وياي وحده مصابه حالتها خطره. رجعي سيارتك ورا، ما مسموح الدخول بسيارة الاسعاف. دعمتها السياره ما تقدر تمشي. جيب جيبنيش عربانه واخذيها، جيبنيش عربانه واخذيها. شنو تشيس اسمي تاخذها بعربانه؟ جيبنيش عربانه واخذيها. الله اكبر الله اكبر، اسمع انا شو اسخم. الله اكبر يا الله، شو اسوي انا؟ من وين اجتني هاي المصيبه؟ من وين اجتني؟ يا الله يا الله ارحم علينا، يا الله يستر علينا. يا الله من وين اجت هاي المصيبه؟ من وين اجت؟ من وين اجت هاي المصيبه؟ شلون اخذها؟ وين عربانه؟ وين احصل على عربانه؟ وين؟ يمه الله اكبر. هسه لو مخليني انا داش السياره هسه شلون اخذ البت انا؟ شلون اخذها؟ لو يصير بيها شيء شو اجاوب انا اهلها؟ شو اسخم انا؟ يا الله استر علي. يا الله شو اسوي انا لو يصير بالبيت شيء؟ شو اجاوب انا؟ شو اجاوب اهلها؟ شصخم أنا؟ ومن وين جت لي هاي المصيبة؟ من وين جت لي؟ يا الله يا الله استر علي، يا الله دخيلك، يا الله استر علي. أنا شنو سويت؟ شنو سويت أنا يا الله؟ وعيني خلا خلا عيني هسه هسه هاي هاي وصلنا وصلنا. يوه هذا هو بعد الأرجو. يا علي يا علي يا علي يوه يا علي يا علي. وأنا هو الدكتور، هو
وين الدكتور؟ وين يا علي يا علي يما يا علي يا علي وين هو الدكتور؟ وين الدكتور؟ وين أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، من بينها اثنتان باتجاه خميس مشيط. تسمع هاي الدنيا مخبوصة خوص، مو معلوم شنو ما شنو. خيعونك ما تسمع شيء. وقال الجيش السوري إن دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ الولاد هم زيني. وأسقطت معظمها. بس بعد كل من على عيش بعد لا يتصنون لا يسألون. أنا شنو نتمنى من غير سلامتهم؟ هاي التغذية هم دعا تتخلص، خلي روح أقري الممرضة تجي تبدلها. شنو سويت؟ شنو؟ أخي عيني صحتي لي. شنو صار؟ لحظة، شو اسمها البنية؟ البنية ما أدري، ما أدري شنو اسمها. أنا دعمتها بالسيارة، ما أعرفها، ما أدري يا هي. هسا سألوها، أنتم سألوها. فعلاً ما نقدر نسألها. ليش؟ البنت فاقدة الذاكرة من الضربة اللي إجتها بالحادث. مصيبة طاحت على راسي، يعني ذاكرتها ما راح ترجع بعد. ما معلوم، لازم تسألين الطبيب. جتني على المصيبة من وين طلعت بيها؟ الله يساعدك خالة، أنا هاي تغذية ريالنا مخلصة، تعي شوفيها. يا الله يا الله يا الله يا الله دخيلك، يا الله ارحمني، يا الله ارحمني. شو سويت أنا؟ شو أسوي هسه أنا؟ شو أسوي؟ شو اسوي؟ شو اسوي يعني؟ شو اسوي؟ يا الله يا الله ارحمني، يا الله. هاي المصيبه من وين اجتني انا؟ من وين اجتني هاي المصيبه؟ من وين نزلت على راسي؟ يا الله شو اسوي؟ ارحمني يا الله. دخيلك دخيلك يا الله. خي خي عيني خي خي، ما تدري شنو صاير. بس اقعد تا خود را اثبات کنم. توله های گروه امکی نیز بزرگتر می شوند و به سوی درد سر می روند. این همه تمسای اینجا، این کاملا جنون. بسک بعد فیلم سازان حیات وحش ناتان فیلچر و سن دیویس در مرکز این ماجرا قرار دارند. چکون نخور،
دوختني. ما تهلك انت، ما تهلك. خلي الولد يلعب، شلك هاي بي. ما تقل لروحك معيشنا بهذا الحفر، لا بيحوش لا شي. طق ارواحنا. مردينا لق 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 من الصبح. ها تعاين عشان الحكي ما يعجبك. هسه انا ما تفكر بي طاقي لي طقني، لا خل فكر بابنك. بدل ما تقلي خليه براحته، اشتري له فرد بيت اكبر بساحة حوش، يلعب على راحته، يلعب على كيفه. مصر هوف، شوف السويت. شنو هنا ملعب؟ خو ما هو ملعب. انتم تالي صدنوني صدنوني. انت بس قل لي انا خدامه بهذا البيت، خو ما انا خدامه. يلا ما صار شيء، انا كمسم ما وراكم بس الخساير. يبا اديب جيب المكناسه بابا. هم سوالف ابنك. الو هلا سهام، شلون زينه؟ انت ليش ما تكفني؟ شو تريد مني؟ الف مره قلت لك اذا منير بالبيت لا تتصل علي هالقيت. ليش ما تيوز؟ هم رايليك والله سبيتينا بعيشته. ادري عبد اشوفك، عندي شغله وياك ضروري. اقول لك ما يصير ما يصير. الله يستر منك ومن سوالفك. والله وجهك ما ورا خير. تسمعيني ايش اقول لك؟ بابا ارد اشوفك ضروري، عندي شغله وياك. اقول لك اليوم ما اقدر، شنو بكيفك؟ خليها غير وقت. بعدين. وش قد تقرق انت؟ اقول لك بعدين خلاص. يلا خلاص، مع السلامه. مع السلامه. مو اقول لك بعدين اتصل، عندي شغل. اي عندي مراجع بعدين اتصل. يلا 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 في امان الله، مع السلامه. العفو مهندسنا. نعم تفضل. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. نعم انا كنت انتظر جيتك. خير صاير شيء؟ لا ما صاير الا الخير بس. العفو من حضرتك مهندس انور، بدي اسالك سؤال. تفضل. يقولون يا غائمه، غائمه التعديل، تعديل العمال، بدي اشوف اسمي هم ويا الغائمه. يا غائمه هاي غائمه اخراج الشواغيد. انا ما عندي خبر، لا ادري بالقائمه ولا ادري بالاسماء اللي بيها. مو تدري مهندس انور، انا هواي صعبه يا الله جيت هنا، ويا الله وصلت روح الطهران، وانا قاعد اداوم مناوبتين وما الحق على عيشتي وعيالي، واخاف يفنشوني من الشغل واظل وانا اروح. يا حبيبي قلت لك انا ما عندي خبر لا بالقائمه ولا باسمائها. زين وبعدين حتى لو يريد يصير تعديل بالشركه انا ما ادري، ما ادري شلون راح يترتب، وهذا الشيء يعني عادي ما اقدر اسوي لك فرشي. مو تدري مهندسنا انا ما عندي غير الله وانت هنا، وانت هنا كلمتك مسموعه بالشركه واريدك تتوسط لي ارجوك. شوف هذا القرار خارج عن اختياراتي، واي شرايك قاعد يفلسن ويعلن فلاسن بسبب هاي العقوبات الموجوده. شو اسوي؟ مجبور حتى احنا نعوض بعض الامور راح نسوي فرد تعديلات، بس انا ما ادري بالنسبه لاسمك موجود لو لا. بعدين خل اقول لك فرشي، اذا انتاج ماكو وما نقدر نسدد تكاليفنا ولا تكاليف الموظفين والعمال شو نسوي؟ هذه افضل طريقه نسويها. انا ادري بهذين كلهن، بس اترجاك تتوسط لي. انت كلمتك مسموعه بالشركه، الكبير والصغير يسمعها. خير ان شاء الله، على امرك
ان شاء الله راح اسوي لك فرد طريقه حل. الله كريم. هسه روح على شغلك. شكرا مهندس. الله يعطيك الصحه والعافيه ويرزقك ويعطيك كل ما تحب. عفوا وشكرا لك. روح هسه ركز على شغلك. روح ركز على شغلك. الله كريم. روح. الو. اهلا حبيبتي، شلونك؟ طيب ان شاء الله خير. مو انا عندي ناس قاعد يراجعوني وعندي شغل، ماني فارغ للتليفون على طول. ترى انت ما ادري شلون احاكيك، يعني احنا خلصنا من هذا الموضوع وسولفنا عنه واضطررنا لعده مرات، خلص على اساس ما نعود ما نجيب سيري حتى نرتاح. احنا على اساس بعد هذا الموضوع نسكر عليه، مو رحنا احنا افترينا كل الاطباء؟ ياب كانت تقول هسه يعتب علينا احنا ما رحنا له. شو نسوي؟ الله كريم، الله كريم. ما ادري، كل الاطباء كانهم متواعدين على نفس الجواب هذا. اللي الله غاس ما يصير يا حبيبتي، لا تاذي روحك. تاكدي له الله يريد يرزقنا، ما حد راح يمنعه. بعد كافي، انا منا الشغل ومنا الضغوطات ومنا اهلي منك، شو اسوي بالله؟ هي توها قدام حاكيك، كان واحد من العمال قاعد مسكين يعني يكسر الخاطر. خير بعد احنا تعديلات عندنا على الشغل ونريد نمشي بعضهم، ما نلحق رواتبهم. شذبت عليه قلت له اعطيته امل، قلت له خلص ان شاء الله اسوي لك فريق طريقه حل، والحل وين؟ انا عندي حل، بس قلت له بعد خلص روح الله كريم. انا وين احكي وانت وين تحكين؟ يلا خل اشوف شغلي. يلا في امان الله، بعدين نتكلم. في امان الله. طيب وليدي، هسه اريدك تاخذ لك كم نفس عميق وياي. على كيفك. هسه خلي بالك يمي، اريدك تركز على هاي النقطة. وين ما تروح حرك عيونك وياها. خوش وليدي. هاي عيوني اذني قاعد ادوخ. لا ان شاء الله ما يتاذن، انت بس تابع الحركه، انا اريد هاي الدوخه. انا بس على الشاي ادوخ. لا مو ذيك الدوخه، انا قصدي غير دوخه. الشاي هم جاهز، راح اقول ماجد من بعد ما نخلص شغلنا يصب لك شاي. انت بس لا تحكي وركز وياي. دكتور خاف اصير حول، بس عندي هذا العيون. ركز وياي. شنو هاي دكتور؟ تظهر ادنب لو حمامه. هسه كان عيونك قاعدات يثقلن. صك عيونك، حاول شويه شويه تسترخي. هسه انسى كل شيء، حرر افكارك، خلي ذهنك من اي شيء خارجي. هسه كانك انت طيره وطالعات لك ناحات وتريد تطير وتحلق بالسماء وتروح المكان بعيد بعيد بعيد. قا قا قا. شوف حجي، هذا الفندق كله عين. وشفته؟ انزل خلنا راويك اياه. شلونه؟ ايش رايك؟ هو هذا عين يريد له شوية هزة ونطلع من عده فلوس ما اشوفها. تعال تعال تفضل. شوف استاذ، هذا الشارع اخريته يصير المطار، يعني اذا نزلت الطيارة
المسافر 10 دقائق بالفندق، يعني مجهز من كل شيء. وهسه نصعد فوق وراويك. هاي الطبقة الثانية، كل طبقة مجهزة. أنا هم لما صايرة عندي مشكلة مالية فما دخلت شريك وياي، صارت عندي مشكلة مالية. عين الغراب مجهز، صالة رياضية. شوف 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 شوف، يعني يريد له فرد هزة هيك شي وخلاص. فندق 110 غرف، ما يمشي شوية. كل الخرائط والتفاصيل والتصاميم الغرف موجودة. استعينا يكون كل شيء راغي. راح يكون عندنا أكبر فندق بالأهواز وأكبر كافي شاب على السطح بجو مفتوح. يعني راح نطلع ذهب فلوس. شوف المسافة لحد المطار كلش قصيرة، يعني المسافر لا نزل راح يكون عندنا هنا. لا تخسر وما راح تخسر، وكل شيء ماكو، فلوس موجودة هنا. شوف هذا كله ذهب، كله فلوس، هذا فلوس فلوس. تفضل تفضل، ايش رايك؟ لوز عسل. راح يكون عندنا فندق ب 110 غرف، يعني ما نشوي. شوف شوف الأهواز كله ذهب، راح يكون لوز عسل ولعة. وياي وياي، تعال وراي. عفو عندي تليفون. ألو، السلام عليكم. اي انا شفت الهوتيل. ألو شوف الهوتيل الشقق غميصك، يعني محل ماله هاي السرماية كلها نخرج عليها قاط قاطين يطلع. اي انا هنا هسه، انا هنا واحكي وياه، قرار اروح هناك بدفتره واحكي وياه. اي خوش. قاعدي انا تالي، خابرني انت، خابرني. ثيما الله ثيما الله. السلام عليك. السلام. خوش هوا ها؟ ايه خوش هوا. بس غير كون عندك راحة بال سمعت لولا، انا هذا الشهر كل شيء اللي اشتغلته دبيت على السيارة هاي. يقول لي خوش هوا. انت مبين عليك وارد بالحساب والكتاب، تاكل الحساب والكتاب اكل. انا افتهمت بنظاراتك، باليوم شفتك افتهمت. هسه احسب لك دقيق وانت شوف السالفة. يقول لي خوش هوا، دحل حل الداشبورد، اطلع هاي الاوراق واطلع الغلم واحسب. شوفني هذا الشهر انا ايش قد ذبيت قطعات على هاي السيارة. والنوب قول خوش هوا. سمعت له لا، خوش هوا البطران. شفت ابني قميصه مدمم، صرت بفكرته. قلت اوصل روحي اليه، هاي البنت ما ادري من وين، من ورا الشجره ما ادري وين طاحت قدام السياره، دعمتها وطحت بهاي المصيبه. يا رب ويا ما صاير شيء، ان شاء الله ما يصير عليها فرشي. ليش تلومين نفسك؟ حادث وصار. انا مقصره، هي مقصره. انا بسرعه رحت وطقت بالبيت دعمتها. هسه لو صار بيها شيء اجاوب انا لها؟ شلون اجاب لهم؟ ايش اقول لهم انا؟ اتصلت عليهم؟ لا، اقول لك البت فاقده ذاكرتها، الدكتور يقول ما تتذكر شيء. هاي موبايلها.
منتظرة أقاربها يتصلون أقول لهم أخبرهم بالموضوع. يا الله أنت ليش وحدك؟ ليش ما تخبرين أحد يجي يمك؟ ابنك، بنتك، أختك؟ يما شنو؟ سودة على وجهي، أنا نسيت جليل. وين موبايل؟ موبايلي وين هو؟ يما نسيت جليل أنا. يما سودة على وجهي، شلون نسيت جليل أنا؟ الو محافظ، شلونكم؟ زينين؟ شلون حوالكم؟ منير تو كان هنا وياب له واحد من برا يريد يبيع الفندق عليه، قلت لكم بالله عندكم خبر لو لا؟ قبل دقايق. لا 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 ما حد درى. لا لا بالخدمة في امان الله. والله شو اقول لك؟ انت اذا كنت هناك كان مت من القهر. يا هو كان يفكر هاي الملحه يصير عندها هيك بيت وهيك عيشه. ايش تحكين؟ والله فقيره انت. يقول لك بس الصالون باربع زوالي. اي غير المعلقات والفراش والغنفات والمصيبه طاحت على روسنا. والتلفزيون بس التلفزيون بقد مطبخ وداحتك. ايش حسبالك؟ حسبالك مثل بختنا؟ اي والله ما تروح للسوق الا وترجع السياره ملدوده لد كل شي تريد. اي بختها قاعد والبخت المن للعويات. سفر يومية طاقت لها سفرة، ما ظل بكان ما يحتب عليها. ماكو حظ غير ماكو حظ. شلون؟ وانا ذا كان عندي حظ شاري لي خذ حكي. والله ما تشوفين اهله ابوه بلعان بلع مال الدنيا كلها عده. كل شي ما محبشين من ورا. بس هو العمر بيد رب العالمين. بس هو شو مكلب بالدنيا تشلب ما راضي يروح. والله ودحتش مرات يكسر خاطري اقول له خطيه شيله ولا جهزه خلوه يرتاح. ما يقبلون. كون منير ياخذ حكي صرت تشكبرني. لا خي ولا شي قصيت صبعي. يلا زين بعدين اخابرك. في مالا في مالا. خلي اتصل على هالة والله. ليش ما خابرت؟ قلت لها بس توصلين للبيت خابري. هلا Thank you.
صحيح حروف الألم واكتب أمل وامسح دموع الحزن من الشمل امسح حروف الألم واكتب أمل وامسح دموع الحزن من الشمل صير النبها ونيب وسط المضيف علي صوتك انت لازم تنسمع صير النبها ونيب وسط المضيف علي صوتك انت لازم تنسمع علي صوتك انت لازم تنسمع اجمعي الناس اللي تحبهم لا تضيع هيبتي السبح الخرس من ينجمع السماء ايش ما غيمت تمطر تريد جيس نبض القاع بجفوف الأميع جيس نبض القاع بجفوف الأميع الوردة مين تسقيها تنطيها حياة صير موتتها غفور من تنشلع الوردة مين تسقيها تنطيها حياة صير موتتها غفور من تنشلع نخلة واقفتها دريس رمز الشموع شبنه جنخل دايم مرتفع نخلة واقفتها دريس رمز الشموخ شبنه جنخل دايم مرتفع شبنه جنخل دايم مرتفع